العيد هذا كاين الثمن شويه، كاين الثمن شويه والحواله مزيانين، والبلاد ديالنا الحمد لله فيها الحواله زوينين، النكسابه كاينين، واني كاينين شي بعضين، كاينين شي بعضين ما كيخليوناش نبيعوا الحواله مزيانين، كيبداو يتسمصروا في الحواله. خصنا الناس اللي كيجيبوا الحواله هما اللي خصهم يبيعوا الحواله مزيان ويسيروا المسائل ديالهم بجد ونشاط. السوق اليوم مزيان الحمد لله، كاين الثمن منخفض على الايام، ناقصه ديك 400 درهم 500 درهم اليوم. وشوف غدا السوق الله اعلم كيفاش غيكون يقدر يكون طالع غدا على حسب الموظفين يلاه تخلصوا اليوم وداكشي، غدا غيجيو السوق يقدر السوق يكون طالع ان شاء الله. هادشي اللي كاين انا باش نتقداو، ولكن السوق غالي بزاف طالع الباين، المليح كاين ولكن كاين الغلا. ايوا على حسب الانسان، راه على حسب الترويج صعيب شويه. هو الخير ديك باديه انسانيه اللي ميد اللي احتاجني في سبيل الله، سكان ريكاد مره مره السوق الناس زوينه وبيسيان ريكاد ريكاد وصافي في سبيل الله. الله يجازيكم بخير وسكا دايت الحمد لله. الله يجازيكم بخير. الكروسه كنترسقوا بها وكن نديروا بها هكا، تنجمعوا شي ديال الفلوس وكنعيدوا كنشريو بهم الحوايج وكنشريو بهم. ومقارنه السوق دابا كان بصباح كرخيص شويه مقارنه مع دابا العشيه كان طالعين. بالنسبه للايام الاولى ديال العيد ما كاينش الاقبال بزاف، قليل، وما مورا اي 3 ايام من الاخرى كيكون الاقبال بزاف، وبنان صعيب يدور معاك هكا ويتسامى الدراري.